الله جميعا طلاب وطالبات في مقرر إدارة مالية واحد المحاضرة السادسة. طبعا في المحاضرتين السابقتين تحدثنا عن النسب المالية وقلنا أن في خمس نسب مالية رئيسية. النسبة الأولى اللي هي نسب السيولة، والنسبة الثانية نسب النشاط، والنسبة الثالثة نسب المديونية أو ما تسمى بالاقتراض، والنسبة الرابعة نتحدث عنها اليوم بإذن الله تعالى اللي هي تسمى بالنسب الربحية، والنسب الخامسة والأخيرة ما تسمى بنسب السوق أو نسب الأسهم. نستكمل ما بدينا فيه. طبعا هذه قائمة المركز المالي وقائمة الدخل بالمثال اللي نعتمد عليه. النسب أو النسبة الرابعة نسب الربحية. طبعا نسب الربحية تقيس مقدرة وكفاءة المنشأة في استغلال الموارد المتاحة لديها من أجل توليد الأرباح. إذن مقدرة المنشأة على توليد الأرباح من خلال استغلال الموارد المتاحة إليها. ما المقصود بالموارد المتاحة لدى المنشأة؟ المقصود بالموارد مجموع الأصول، مجموع الأصول اللي هي الأصول المتداولة والأصول الثابتة. كفاءة وقدرة المنشأة على استغلال هذه الأصول المتداولة قصيرة الأجل والثابتة طويلة الأجل من أجل توليد المبيعات. وهذه نقطة يعني يجب على الطلاب جميعا ينتبهوا لها، عدم التفرقة بين نسب الربحية ونسب النشاط اللي أخذناها في المحاضرة السابقة، حيث أن نسب النشاط تقيس قدرة وكفاءة مقدرة إدارة المنشأة على استغلال الموارد المتاحة إليها أو الموارد المتاحة لديها من أجل توليد الأرباح أو عفوا من أجل توليد المبيعات. نسب النشاط تهدف إلى توليد استغلال الموارد المتاحة لتوليد المبيعات، بينما نسب الربحية تعكس قدرة المنشأة على استغلال هذه الموارد من أجل توليد الأرباح. إذن نسب الربحية تهدف إلى توليد الأرباح. أول نسبة نأخذها اليوم، النسبة الأولى المندرجة تحت نسب الربحية، نسبة هامش مجمل الربح. طبعا نلاحظ من قائمة الدخل أن هامش الربح أو مجمل الربح، ما يسمى بمجمل الربح، كيف نستطيع الحصول على مجمل الربح؟ نستطيع الحصول على مجمل الربح من خلال خصم المبيعات أو خصم المبيعات من تكلفة البضاعة المباعة. أي أن عندنا المبيعات 495,000، تكلفة البضاعة المباعة تكلفة إنتاج المنتج أو تكلفة إنتاج البضاعة 225,000، نخصمهم من بعض بالتالي نحصل على مجمل الربح 270. مجمل الربح القانون المتبع بالنسبة لهامش مجمل الربح اللي هو صافي أو هامش مجمل الربح على المبيعات من خلال قائمة الدخل يتم قسمة مجمل الربح 270 تقسيم 270 على المبيعات. أربعمية وخمسة وتسعين، بالتالي نحصل على 54%. 54% مثل ما قلنا كتطبيق، 495,000 ومئتين اللي هو مجمل الربح 270، مجمل الربح 270، بالتالي نحصل على نسبة 54%. طبعا نلاحظ أن النسبة هذه تقيس مقدرة المنشأة على الرقابة على التكاليف. ما المقصود بالتكاليف؟ تكاليف المرتبطة بالبضاعة المباعة. رقابة المنشأة على التكاليف المرتبطة بالبضاعة المباعة، حيث مثل ما ذكرنا، حيث لو كانت عندنا المبيعات، طبعا المبيعات عندنا 495، تكلفة البضاعة المباعة 225، بالتالي نحصل على مجمل الربح 270. في حالة، طبعا في حالة أن المنشأة، طبعا النسبة طلعت عندنا 54%، نقارنها بمتوسط الصناعة 56%. طبعا
النسبة هذه كل ما ارتفعت كل ما دل على أن المنشأة في وضع أفضل، ويدل على كفاءة المنشأة في الرقابة على التكاليف المرتبطة بالمبيعات. كلما كانت النسبة عالية فإن ذلك يدل على سلامة أداء المنشأة في تحقيق الأرباح الإجمالية، يعكس هامش إجمالي الربح الإضافة التي تحقق المنشأة بعد تغطية تكلفة البضاعة المباعة. بعد يعني لو كان عندنا تكلفة البضاعة المباعة منخفضة بالتالي المبيعات تكون مرتفعة والتكاليف اللي على المبيعات تكون منخفضة، يطلع عندنا هامش الربح يكون مرتفع مقارنة بمتوسط الصناعة. نلاحظ أن الشركة تحقق 54% بينما الشركات المدرجة في نفس القطاع للشركة الروابي تحقق 56%، مما يدل على طبعا هذه نسبة تعتبر غير جيدة مقارنة بالصناعة، مما يدل على وجود خلل. ما هو الخلل؟ لابد أولا نعرف السبب ومن ثم نتطرق لأسلوب أو الحل الأمثل للعلاج. طبعا السبب هو ارتفاع تكاليف البضاعة المباعة، للتكاليف على المبيعات، ارتفاع التكاليف على المبيعات، فيجب على المنشأة إدارة التكاليف المرتبطة بالمبيعات بشكل أفضل. إما تحاول أنها طبعا ما المقصود بالتكاليف؟ عندنا نوعين من التكاليف، تكاليف ثابتة، التكاليف على تكاليف المنتج عندنا تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة. التكاليف الثابتة لا تستطيع إدارة أو قسم الإنتاج زي ما نقول التلاعب بهذه التكاليف لأنها تكاليف ثابتة على المنتج، بينما توجد تكاليف متغيرة تستطيع المنشأة خفض هذه التكاليف إما باتباع أحد الأساليب المناسبة في لخفض التكاليف المتغيرة، إما عن طريق إنتاج أو زيادة عدد الوحدات المنتجة بالتالي تقليل التكلفة المتغيرة، أو البحث عن طريقة أخرى أو البحث عن أساليب أخرى لخفض هذه التكاليف المتغيرة. نلاحظ أن سبب انخفاض هذه النسبة هو مثل ما هو موجود عندنا في قائمة المركز المالي، ألا وهو أن تكلفة البضاعة المباعة تكلفة البضاعة التي تم إنتاجها التي أنتجتها شركة الروابي 250,000. حتى أن تستطيع شركة الروابي تحسين هذه النسبة نسبة هامش الربح، يجب عليها تخفيض تكاليف البضاعة المباعة من خلال تخفيض التكاليف المتغيرة حتى تستطيع تعديل هذه النسبة ومقارنتها وحتى تستطيع التفوق على مثيلاتها في الصناعة متوسط الصناعة. يتضح من هذه النسبة أن المنشأة تحصل على 0.54 ريال عن كل مبيعات، وذلك في شكل ربح إجمالي وهو أقل من متوسط الصناعة الذي يبلغ 56%، ويعتبر ذلك مؤشر سلبي في حق الشركة وتقدر النسبة بأنها ضعيفة. طبعا وش يعتبر هنا؟ تعتبر أن المنشأة تحصل على 0.54 ريال عن كل ريال مبيعات في شكل ربح إجمالي. مثل ما قلنا أسباب تدني هذه النسبة: ارتفاع تكلفة البضاعة المباعة، ارتفاع تكلفة المنتج، العلاج، الرقابة على التكاليف. النسبة الثانية المندرجة تحت نسب الربحية ما تسمى هامش صافي الربح. هامش صافي الربح طبعا قانونها الربح بعد الضريبة على المبيعات. تهدف هذه النسبة إلى معرفة صافي الربح التي تريد أن تحققها المنشأة عن كل ريال مبيعات بعد خصم المصاريف والنفقات المتعلقة والبيع والتمويل. بنشوف مكان صافي الربح في قائمة الدخل. نلاحظ صافي الربح فبالتالي احنا عندنا المبيعات، يتم خصم تكلفة البضاعة المباعة، يتم خصم المصاريف ككل اللي تسمى بالمصاريف الإدارية، مصاريف الإهلاك، مصاريف التأجير، يتم خصم أيضا من المبيعات الفوائد والضرائب، وبالتالي نحصل على صافي الربح. هنا عندنا صافي الربح 51,500 بينما المبيعات 495. تطبيق هذه النسبة: الربح بعد الضريبة مثل ما قلنا 54,500، المبيعات عندنا 495، بالتالي نحصل على 11.2 مقارنتها بالصناعة بمتوسط الصناعة الشركة تحقق
صافي ربح من المبيعات، صافي ربح من المبيعات 11%، بينما متوسط الصناعة يحقق 8%. بالتالي يعتبر وضع الشركة في وضع جيد، بحيث أن صافي الربح للمنشأة أعلى متوسط صناعة، حيث أن كل ريال مبيعات يحقق ربحا صافيا 0.11 عن كل ريال مبيعات، عن كل ريال في المبيعات. أوكي، كل ريال يتم بيعه أو كل ريال في المبيعات يحقق ربح ب 0.112 ريال. النسبة الثالثة المندرجة تحت نسب الربحية، العائد على الاستثمار. طبعا تقيس هذه النسبة صافي العائد على صافي العوائد على او صافي العائد مقارنة باستثمارات الشركة. صافي العائد اللي هو الرقم الاخير في قائمة الدخل، اللي هو ما يسمى بالربح بعد الربح بعد الضريبة. بالتالي تقارن هذه النسبة بين صافي العائد اللي هو الربح بعد الضريبة مع استثمارات الشركة، استثمارات الشركة سواء كانت استثمارات قصيرة أم طويلة الأجل، فهي تقييس كافة استثمارات الشركة في المدى القصير والطويل. طبعا أيضا هذه النسبة تعكس مدى قدرة وكفاءة المنشأة في كفاءة سياسة الاستثمار والتشغيل لدى المنشأة. بالنسبة للقانون معدل عائد الاستثمار الربح بعد الضريبة على مجموع الأصول، نلاحظ الربح بعد الضريبة عندنا الربح بعد الضريبة 54,000، مجموع الأصول 469، أما مجموع الأصول 469 نحصل على 11.6. بنشوف ماذا تعني هذه النسبة. أول حاجة نقارنها بمتوسط الصناعة، الشركة تحقق 11.6 تقريبا 62، بينما متوسط الصناعة عندنا 9%، ويعتبر هذا الوضع طبعا بالنسبة للشركة جيد، لأنها تقيس بين عاملين مهمين، ألا وهو صافي الربح أو الربح بعد الضريبة للمنشأة أو العوائد التي تستحقها المنشأة أو عوائد المنشأة مقارنتها باستثمارات المنشأة ككل القصيرة وطويلة الأجل. ومثل ما قلنا تعكس كفاءة المنشأة في إدارة الاستثمار والتشغيل. يمكن القول بأن الشركة أفضل مثيلاتها فيما يتعلق بمعدل عائد على الاستثمار، النسبة ممتازة بما أن الشركة تحقق نسبة أعلى من متوسط الصناعة. إذا الشركة لديها كفاءة تتميز بكفاءة سياسة المنشأة أو تتميز بكفاءة سياسة الاستثمار والتشغيل. النسبة الأخيرة المندرجة تحت نسب الربحية، العائد على حقوق الملكية، تعكس هذه النسبة العائد الذي يحققه الملاك على أموالهم المستثمرة في المنشأة، العائد الذي يحققه الملاك على أموالهم المستثمرة في المنشأة. كم أحقق من عائد أنا كمالك في الشركة، كمالك سهم في الشركة، كم أحقق من عائد على أموالي المستثمرة في الشركة؟ طبعا إذا كانت المنشأة، إذا كانت النسبة طبعا مرتفعة، طبعا العائد على حقوق الملكية والنسبة اللي قبلها اللي هو العائد على العائد على الاستثمار، اثنينهم يعكسون طبعا نسبتين تعكس كفاءة المنشأة التشغيلية والاستثمارية، نجاح المنشأة في كفاءتها التشغيلية والاستثمارية، استثماراتها سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل مثل ما ذكرنا. طبعا العائد على حقوق الملكية مثل ما قلنا تعكس العائد الذي يحققه الملاك على أموالهم المستثمرة في الشركة، إذا كانت النسبة مرتفعة يدل على كفاءة وقرارات الاستثمار والتشغيل، وقد يعود السبب أيضا إلى استخدام الديون بنسبة أعلى متوسط صناعة. بنشرح النقطة هذه، العائد على حقوق الملكية يعكس العائد على حقوق الملكية الربح بعد الضريبة، استخرجناها من قبل أظن 270، وعلى حقوق الملكية. طيب حقوق الملكية وش يشمل؟
وش يشمل حقوق الملكية في قائمة المركز المالي؟ حقوق الملكية تكون من رأس المال اللي ما يسمى بالأسهم العادية، أسهم ممتازة، أرباح محتجزة وهي الأرباح اللي قررت الشركة احتجازها عدم توزيعها لحملة الأسهم، والاحتياطيات. الاحتياطيات نرجع إلى قائمة المركز المالي. مجموع حقوق الملكية 252. عندنا الربح بعد الضريبة 505، الربح بعد الضريبة 545. من خلال تطبيق النسبة، طبعا هذه 545 وهذه 200 545، 252، بالتالي نحصل على 11.6. طبعا نقارنها بمتوسط الصناعة، إذا كان الشركة أعلى من متوسط الصناعة هذا يعتبر وضع جيد ويعكس كفاءة المنشأة في أو كفاءة قرارات المنشأة التشغيلية والاستثمارية، معناها أن المنشأة قراراتها الاستثمارية سليمة، قراراتها التشغيلية أيضا سليمة. نلاحظ أن المنشأة حققت 11.6 بينما متوسط الصناعة 9. طبعا واضح أن الفارق كبير، بالتالي يعتبر وضع المنشأة جيد. يمكن القول بأن الشركة أفضل من مثيلاتها فيما يتعلق بمعدل العائد على الاستثمار، تعتبر نسبة ممتازة. طبعا بالنقطة بالنسبة للعائد على الحقوق الملكية، احنا تحدثنا عن العائد على الاستثمار، العائد على الحقوق الملكية حققت الشركة 21.6 بينما متوسط الصناعة 20. برضو هذا الوضع يعتبر جيد بالنسبة للمنشأة، مثل ما قلنا قرارات الاستثمار والتشغيل سليمة بالنسبة للمنشأة وقراراتها تعتبر جدا ممتازة. هذا يعني أن ملاك الشركة، وطب ماذا تعني هذه النسبة 21؟ ملاك الشركة يحققون مكاسب مقارنة بنظائرهم في شركات القطاع، ملاك الشركة يحققون مكاسب نسبتها 21.6 على أموالهم المستثمرة. يعني مثلا لو أنا مالك سهم في الشركة وعندي مثلا ما يقارب 100,000 سهم، فمن خلال هذه النسبة يكون ربحي أو المكاسب اللي حققها من امتلاكي لهذه الأسهم 21.6، فهم يحققون ربح ما يقارب 21.5 تقريبا على أموالهم المستثمرة في الشركة بامتلاكهم للأسهم. مقارنة متوسط الصناعة هم يحققون طبعا أرباح أو مكاسب أعلى بنظيرتهم في متوسط الصناعة. طبعا قلنا أن هذه النسبة مرتفعة، إذا كانت مرتفعة يدل على كفاءة قرارات الاستثمار والتشغيل، استثمارات الشركة جميعها سليمة. السبب الثاني استخدام الديون بنسبة أعلى من متوسط الصناعة. وش المقصود باستخدام الديون أعلى من متوسط الصناعة؟ طبعا عندنا الهيكل المالي، الهيكل المالي للشركة، الهيكل المالي للشركة يتكون من قسمين. القسم الأول ما يسمى بمصادر داخلية، والقسم الثاني مصادر خارجية. المصادر الداخلية هي المصادر التي تعتمد عليها المنشأة من داخل المنشأة. طبعا المصادر الداخلية مثال عليها الأسهم، سواء كانت أسهم عادية أسهم ممتازة، السندات، أن الشركة تصدر سند أو سندات. مصادر الخارجية وهي المصادر التي تلجأ إليها الشركة كمصدر من مصادر التمويل. طبعا نتحدث هنا عن الديون أو القروض، طبعا تشمل القروض بنوعيها قروض قصيرة الأجل وقروض طويلة الأجل. لو قلنا أن الشركة تعتمد على 50% من أموالها في على المصادر الداخلية، المصادر الداخلية طبعا تسمى حقوق الملكية، حقوق
الملكية اللي قلنا مكوناتها أسهم عادية، أسهم ممتازة اللي هو يعكس رأس المال، وعندنا الأرباح والأرباح المحتجزة والاحتياطيات. أما من ناحية المصادر الخارجية هي الديون قصيرة، سواء لجأت المنشأة إلى أخذ دين قصير الأجل مدة سنة أو أقل، أو طويل الأجل يكون مدتها طويل الأجل. لو أن الشركة اعتمدت في تدبير أموالها، في تدبير رأس مالها 50% عن طريق مصادر داخلية و 50% عن طريق مصادر خارجية، وش المقصود بالكلام هذا؟ مقصود بالكلام هذا أن 50% من أموال الشركة تم توفيرها أو استقطابها من مصادر داخلية، من عن طريق فرضا إصدار أسهم جديدة وبالتالي أحصل على قيمة الأسهم هذه، أو عن طريق إصدار سندات. أما المصادر الخارجية يتم اللجوء إلى الديون سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل. طيب، في حال أن الشركة اعتمدت على 30% فقط من أموالها على مصادر داخلية، كم المتبقي؟ 70% يعتبر حتى تكمل النسبة 100%. لو اعتمدت المنشأة في توفير مصادر الداخلية على 30%، معناها أن الشركة اعتمدت على الديون بنسبة 70%. طيب، نرجع للنسبة السابقة. السبب هنا إلى أن النسبة هذه تعتبر جيدة بالنسبة للشركة مرتفعة متوسط الصناعة، أن الشركة استخدمت الديون بنسبة أعلى من متوسط الصناعة. الديون طبعا نضرب مثال على مثالنا السابق، أن الشركة استخدمت اللي ذكرناه، أن الشركة استخدمت 70% ديون، معناها فقط اعتمدت على مصادر داخلية لحقوق الملكية على 30%. طيب، نشوف النسبة الآن. عندنا النسبة حقوق الملكية، لو قلنا أن نسبة الحقوق الملكية مثلا 30%، أن الشركة فقط اعتمدت على 30% من حقوق الملكية، معناها المتبقي 70% اعتمدت على مصادر خارجية، ديون، قروض على الشركة، التزامات على الشركة يجب أن تسددها سواء كانت هذه الالتزامات قصيرة أو طويلة الأجل. بالتالي انخفاض نسبة حقوق الملكية أدى إلى أن العائد على حقوق الملكية يكون مرتفع، لأن الربح على الشركة لو قسمنا رقم كبير، لو قسمنا فرضا 100 على رقم صغير لحقوق الملكية، لو قسمنا 100 على 2 بالتالي، أو لو قسمنا 100 على 2 كم نحصل على 50، لكن لو قسمنا برضو 100 على 4 عدد صغير بنحصل على 25. فبالتالي هذا اللي حصل، اعتمدت المنشأة على حقوق، اعتماد المنشأة على حقوق الملكية كان بسيط بنسبة 30%، بينما اعتمادها على الشق الآخر الديون بنسبة 70%. فبما أن المنشأة اعتمدت على مصادر داخلية لحقوق ملكية قليلة، بالتالي نحن سوف بنقسم الربح بعد الضريبة على رقم صغير، لأنها اعتمدت مبلغ صغير، فبالتالي حصلت المنشأة على العائد على الاستثمار ما يقارب 21%، وهو أفضل من نظيرتها في المنشأة أو في متوسط الصناعة. أيضا عدنا التحليل قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، هذه معلومات إضافية، عدد الأسهم العادية، معلومات تم إضافة هذه المعلومات على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل. عدد الأسهم العادية المصدرة 6000 سهم بقيمة اسمية 10,000 ريال. الشركة أصدرت 6000 سهم، القيمة الاسمية وقت الإصدار، أول ما باعته في السوق وقت الإصدار اللي هو الاكتتاب، ما يسمى بالاكتتاب، نزلتها ب10 ريال، حيث قامت المنشأة بتوزيع بعد فترة، بعد سنة من تشغيل المنشأة في السوق أو في سوق المالية، في سوق تداول، قامت المنشأة بتوزيع 20,000 ريال على حملة الأسهم، كما أن سعر السهم السوقي الآن بعد سنة أصبح 20، من 10 إلى 20. النسبة الخامسة، طبعا خامسا تحدثنا عن نسب الماء، عن نسب السيولة، نسب النشاط والمديونية أو الاقتراض، ونسب الربحية. النسبة الخامسة نسب الأسهم، نسب الأسهم طبعا نسب الأسهم تسمى بنسب السوق لأنها تحاول تعكس
كم الأرباح فرضا، كم الأرباح اللي أو الأرباح المتاحة للتوزيع، سعر السهم السوقي، نصيب السهم من الأرباح الموزعة، كم نصيب السهم من الربح الموزع، كم نصيب السهم من صافي الربح للشركة. بندرس هذه الأمور بشكل تفصيلي. طبعا تحاول هذه النسب توفير المعلومات المتعلقة بإيرادات المنشأة وتأثيرها على سعر السهم في السوق. النسبة الأولى المندرجة تحت نسب الأسهم نسبة نصيب السهم من الأرباح المحققة. وشو المقصود؟ شو المقصود بنسبة نصيب السهم من الأرباح المحققة؟ كم نصيب السهم الواحد، كم يحقق السهم الواحد من إجمالي الأرباح؟ مثلا إجمالي أرباح الشركة 50,000 ريال في السنة هذه، كم نصيب السهم الواحد من هالربح؟ كم نصيب السهم الواحد من الربح؟ وبالتالي هذه النسبة تحاول معرفة نصيب السهم الواحد من الأرباح المحققة ككل. نصيب السهم الأرباح المحققة قانونه صافي الربح، يتم قسمة صافي الربح على عدد الأسهم العادية حتى نستطيع نعرف نصيب السهم الأرباح المحققة. نلاحظ أن صافي الربح من خلال اللجوء إلى قائمة الدخل 51,500، بينما عدد الأسهم المصدرة 6,000 سهم. فنقول عندنا هنا 51,500 × 6,000 سهم، شوف كم يطلع عندنا الناتج. 51,500 × 6,000 سهم يطلع عندنا 8.6. وش المقصود ب 8.6؟ المقصود ب 8.6 أي أن نصيب السهم الواحد من إجمالي المبلغ المحقق من صافي الربح 8.6، يعني أن كل سهم لدى الشركة 6,000 سهم، السهم الواحد يحقق ربح 8.6، يحقق ربح 8.6، كل سهم من 6,000 أوكي من صافي الأرباح يحقق 8.6، وهي عبارة عن الأرباح المتوفرة للشركة والتي يمكن توزيعها على المساهمين أو توزيع جزء منها وإعادة استثمارها، إعادة استثمار الجزء الآخر لصالحهم. طبعا من ناحية سياسة توزيع الأرباح، طبعا هذا الموضوع يرجع هذا من قرارات الخاصة بالإدارة المالية. المساهمين لا يستطيعون إجبار الشركة على توزيع الأرباح. توزيع الأرباح هذا قرار خاص بالإدارة المالية، تقرر سواء سياسة توزيع الأرباح للمنشأة توزع مثلا 50% وتحتجز 50، لا والله توزع جميع الأرباح 100%، أو إنها ما توزع تحتجز. طبعا الشركة إذا قامت بالاحتجاز، ما السبب الرئيسي من وراء قيام الشركة باحتجاز الأرباح؟ أكيد إنها الشركة عندها إما مشاريع حالية أو الاستثمار في مشاريع قائمة مستقبلية، بالتالي تحقيق عوائد إضافية في المستقبل، وبالتالي ربح إضافي، وبعد تحقيق الربح الإضافي يتم توزيع الأرباح على المساهمين. النسبة الثانية المندرجة تحت نسب الأسهم أو ما تسمى بنسب السوق نسبة سعر السهم إلى نصيب السهم من الأرباح المحققة. نسبة سعر السهم، كم نسبة سعر السهم إلى نصيب السهم من الأرباح المحققة المضاعف، طبعا يسمى أيضا مكرر الربحية، مشهور بهذا الاسم مكرر الربحية. القانون المتبع لاستخراج نسبة سعر السهم لنصيب السهم الأرباح المحققة أو مكرر الربحية أو المضاعف، سعر السهم السوقي على الأرباح المحققة بالسهم. طبعا سعر السهم السوقي موجود عندنا في المعلومات الإضافية. نلاحظ أن عدد الأسهم عندنا 6,000 بقيمة اسمية اللي هو قيمته وقت الإصدار، قيمة الاكتتاب. قيمة الاكتتاب عندنا 10 ريال، حيث قامت شركة وزعت 10 على حملة الأسهم، كما أن سعر السهم السوقي الآن 20 ريال. يعني أتمنى أن ما أحد يربط بين القيمة الإسمية للسهم والقيمة السوقية للسهم. القيمة الإسمية للسهم سعر السهم وقت الإصدار، أول ما أصدرتها الشركة نزلتها في السوق وبعد ذلك أصبح قابل للاكتتاب، تسمى بقيمة اسمية. القيمة الاسمية قيمته وقت الاكتتاب 10 ريال، بينما سعر السهم السوقي هو سعر الآن في السوق بعد ما تم تشغيله، بالتالي هو سعر الآن في السوق. فالنسبة تهدف ان احنا نأخذ سعر السهم السوقي وليس الاسمي، 20 ريال. فبالتالي
20 ريال سعر السهم في السوقي أو سعر السهم في السوق، يتم تقسيمه على الأرباح المحققة بالسهم. الأرباح المحققة بالسهم من وين نستخرجها؟ نستخرجها من النسبة السابقة 8.6، وزي ما ذكرنا نسبة نصيب السهم الواحد، نصيب السهم الواحد من الأرباح المحققة يحقق، أو السهم الواحد يحقق 8.6 من إجمالي الأرباح. السهم الواحد يحقق 8.6 من إجمالي الأرباح، مضاعف الربحية أو المضاعف أو مكرر الربحية. حتى نحصل على مكرر ربحية يتم قسمة سعر السهم السوقي عندنا في المثال 20، الأرباح المحققة بالسهم استخرجناها من النسبة السابقة 8.6، طبعا حصلنا على 2.3. طبعا أنتم تلاحظون أن في نسب الأسهم ما عندنا، يعني ما عندنا متوسط الصناعة نقارن هذا الرقم بمتوسط الصناعة. طبعا ما نقوم بمقارنة في نسب الأسهم بالذات، ما نقوم بمقارنة النتائج اللي حصلنا عليها مع متوسط الصناعة، لأن من غير الكفء أن تقارن بين سعر سهم سوقي لشركة ما وسعر سهم سوقي لشركة أخرى، لأن سعر السهم السوقي يتأثر بسياسة الاستثمار وتشغيل المنشأة، يتأثر بربحية المنشأة، يتأثر بمعلومات متوفرة عن إيرادات المنشأة وأيضا سيولة المنشأة. فبالتالي لا نقوم بمقارنة مع متوسط الصناعة. حصلنا على 2.3، تعتبر هذه النسبة طبعا اللي هو مكرر ربحية من أهم النسب في تقويم سوق الأوراق المالية أو تقويم الأسهم، حتى نقوم الأسهم أو نقوم أو نقيم الأسهم في سوق الأوراق المالية، نقول إنه والله هذا السهم ممتاز أو غير ممتاز، يعتبر مكرر ربحية من أهم النسب، من أهم النسب التي يتم اللجوء إليها في تقييم السهم في سوق الأوراق المالية، لأنها تأخذ في الحسبان الأرباح بعد الضريبة وسعر السهم في السوق. وتحاول طبعا كيف تأخذ في الحسبان الأرباح بعد الضريبة وسعر السهم في السوق؟ طيب هذا سعر السهم في السوق، بالفعل هي تأخذ سعر السهم في السوق بعين الاعتبار، مكرر ربحية تأخذ سعر السهم في السوق بعين الاعتبار. طيب أما الأرباح بعد الضرائب، طبعا القانون سعر السهم السوقي تقسيم الأرباح المحققة بالسهم. الأرباح المحققة بالسهم وش القانون المتبع فيه؟ القانون المتبع فيه صافي الربح على عدد الأسهم العادية. إذا هي تأخذ في عين الاعتبار صافي الربح، صافي الربح أو الربح بعد الضريبة في عين الاعتبار. بالتالي هي تأخذ في عين الاعتبار صافي الربح أو الأرباح بعد الضريبة بالإضافة إلى سعر السهم. الأرباح بعد الضريبة اللي تم استخراجها من الأرباح المحققة في القانون الماضي، وسعر السهم السوقي اللي هو سعر السهم في السوق موجود عندنا في القانون هذا. هذه النسبة تحاول الربط بين نصيب السهم من الأرباح المحققة، كم نصيب كم السهم الواحد يحقق من ربح، طبعا شفنا المثال السابق يحقق 8.6، مع نشاط السهم في السوق، مع نشاط السهم في السوق. إذا تحاول تربط بين نصيب السهم من الأرباح المحققة كم السهم الواحد يحقق من ربح ومع نشاط السهم في السوق. طبعا النسبة الثالثة والأخيرة في نسب الأسهم عندنا، أو النسبة الثالثة المندرجة تحت ما تسمى بنسب الأسهم أو نسب السوق، اللي هو الأرباح الموزعة بالسهم. طبعا الأرباح الموزعة بالسهم تقيس نسبة نصيب السهم الواحد من الأرباح الموزعة. لا يعني أتمنى أن ما حد يخربط بين أو يربط بين النسبة الأولى اللي هو نصيب السهم من صافي الربح، بينما تتحدث عن نصيب السهم من الأرباح الموزعة. في النسبة الأولى تتحدث عن نسبة نصيب السهم، نسبة نصيب السهم الواحد كم يحقق السهم الواحد من صافي الربح، من إجمالي الربح اللي حققته المنشأة، آخر رقم في قائمة الدخل المالي، فمن قائمة الدخل تقارن كم السهم الواحد يحقق من إجمالي الربح. بينما في هذه النسبة يتم مقارنة نصيب السهم الواحد كم نصيب السهم من الأرباح التي توزعها المنشأة، كم نصيب السهم من الأرباح. يعني لو مثلا قررت المنشأة توزع 20,000 كما في مثالنا، كم نصيب السهم من 20,000 هذه؟ بنشوف. طبعا نستخدم القانون التالي، الأرباح الموزعة على عدد الأسهم العادية. عدد الأسهم العادية طبعا استخرجناها من قبل 6,000 سهم. الأرباح الموزعة قلنا أن الشركة توزع 20,000، نرجع المعلومات الإضافية مثل ما قلنا، عدد الأسهم المصدرة 6,000 سهم، عدد أو حيث قامت المنشأة بتوزيع الأرباح الموزعة عندنا 20,000،
بالتالي تطبيق القانون، بالتالي تطبيق القانون 20,000 اللي هو الأرباح الموزعة على عدد الأسهم نحصل على 3.3. ماذا يعني هذا الرقم 3.33؟ ماذا يعني؟ يعني أن السهم الواحد يستحق من الأرباح الموزعة من 20,000 3.33. السهم الواحد يستحق من الأرباح الموزعة اللي هو 20,000 3.33. أي أن لو مستثمر يملك 200 سهم في شركة الروابي، ووزعت الشركة أرباح، وزعت الشركة أرباح، بيأخذ على كل سهم 3.33. بالتالي 200 سهم نضربها في الأرباح الموزعة للسهم الواحد 3.33، يطلع عنده إجمالي الربح 666 ريال. يعني لو كان، لو شخص ما عنده 200 سهم والربح الموزع للسهم الواحد تحصلنا عليه 3.33، بالتالي إجمالي أرباحه تكون 666. هذه فقط طبعا معلومة إضافية. إلى هذه النقطة نكون وصلنا، إلى النقطة هذه نكون وصلنا من أو تحدثنا عن النسب الخمس، النسب المالية الخمس، نسب السيولة وقلنا أنها تندرج تحتها نسب، وأيضا اللي هو نسبة التداول، نسبة التداول السريع، نسبة النقدية. أيضا تحدثنا عن نسب النشاط وشفنا أن يندرج أيضا تحتها تقريبا ما يقارب الخمس نسب، ونسب المديونية تقريبا أربع نسب، ونسب الربحية أربع نسب، ونسب الأسهم يندرج تحتها ثلاث نسب. كذا نكون انتهينا من شرح تحليل النسب المالية. نتطرق إلى نقطة أخيرة في الباب، ألا وهو تحليل النسب الشامل. طبعا نفترض أن أنت يا أختي أو أنت محلل مالي، انتهيت من مقرر الإدارة المالية وتشوف نفسك مثلا في التحليل المالي أو في باب التحليل القوائم المالية يعني متمكن، فبالتالي قررت أنك تفتح لك مكتب استشارات أو مكتب تحليل مالي، تفتحت لك مكتب أو أنت فتحت لك مكتب تحليل مالي. فبالتالي تجيك شركات معينة تطلب منك تحليل مالي لشركتها، تحليل المالي للقوائم المالية للشركة أو ميزانية العمومية للشركة. فبالتالي هل السؤال الآن، السؤال المهم، هل أنت كمحلل مالي سوف تقوم بتحليل النسب المالية ككل للشركة؟ بتحلل والله مثلا للشركة نسب الأسهم، نسب السيولة، نسب النشاط، نسب المديونية، نسب الربحية، أم أنك والله بتقول أنا والله فقط بحلل النسب المالية للشركة وبعلمش المشاكل وخلاص وانتهى الموضوع؟ طبعا ما ينفع أنك أنت كمحلل مالي تحلل فقط نسبة معينة أو جزء معين، لابد أنك تعمل تحليل شامل للنسب، لابد أنك تقوم بتحليل نسب المالية أو عفوا نسب السيولة. وش تعكس نسب السيولة؟ تعكس السيولة لدى المنشأة، السيولة لدى المنشأة، وش كمية السيولة لدى المنشأة؟ هل السيولة ناقصة؟ هل السيولة مرتفعة كويسة؟ أيضا نسب النشاط، وش تعكس نسب النشاط؟ تحاول نسب النشاط توليد المبيعات من خلال كفاءة المنشأة على استغلال الأصول اللي هو الموارد بتاع عليها. أيضا عندنا نسب المديونية، نسب المديونية وش تعكس؟ مدى اعتماد المنشأة على الديون من أجل تمويل أو من أجل استثمارها في استثمارات المنشأة. فمن خلال التحليل المالي يمكنك والله تخبر المنشأة أن والله أنتم يا المنشأة معتمدين على الديون بنسبة كبيرة، مثل ما قلنا في المثال السابق 70% 30%، أنتم معتمدين على الديون بما يقارب 70%، وهذا قد يعرض المنشأة إلى مخاطر يسمى بمخاطر عدم القدرة على سداد الديون. إذا كانت عند الشركة نسبة مرتفعة من الديون 70%، معناها قد تتعرض المنشأة إلى مخاطر عدم القدرة على سداد هذه الديون. فمخاطر عدم القدرة على سداد الديون قد يعرضها إلى مخاطر الإفلاس. وكذلك في نسب السيولة، إذا كانت السيولة لدى المنشأة قد يعرضها إلى مخاطر نقص السيولة، بالتالي عدم القدرة على تسديد الالتزامات اللي على المنشأة في المدى القصير، في المدى القصير. فبالتالي أفضل أسلوب هو أسلوب الأسلوب الشامل، تحليل القوائم المالية للمنشأة ككل، استخدام النسب المئوية الخمسة اللي تم ذكرها. نلاحظ أن تحليل كل نسبة مالية بمعزل عن النسب الأخرى يعتبر تحليلا جزئيا،
ولا يعطي المدير أو المحلل المالي صورة متكاملة عن الأداء المالي للشركة. لذلك يجب إدراج جميع النسب في قائمة واحدة. النسب الخمسة اللي ذكرناها تدرج في قائمة واحدة. هذا الأسلوب وش اللي بيساعد المحلل المالي أو المنشأ؟ إذا أنت عملت تحليل شامل بالتالي أنت تستطيع أنك تحدد نقاط الضعف لدى المنشأة ونقاط القوة. من خلال معرفة نقاط القوة أنا والله كمدير مالي والله يا المنشأة أنت عندك نقاط قوة مثلا في نسب النشاط، عندك قوة في نسب النشاط، عندك قدرة على توليد المبيعات هائلة. طيب وش المطلوب؟ لابد أنك برضو تعطي نصيحة تقول والله أنا أنصحك أنك تعزز وتزيد استثمارك في الأصول من أجل توليد مبيعات إضافية حتى تكون حتى تعزز هذه النقطة القوية عندك. وأيضا يساعدك التحليل الشامل على موضوع اللي هو التعرف على نقاط الضعف. من خلال التعرف على نقاط الضعف تستطيع أو يستطيع المحلل المالي أن يخبر الشركة عن أسباب هذه الضعف. تحدثنا في أغلب النسب اللي واجهناها وتكون غير جيدة تحدثنا عن أسباب الأسباب اللي جعلت هذه النسبة غير جيدة مقارنة بالمتوسط الصناعة. من خلال معرفة الأسباب تستطيع أنك تقدم العلاج للمنشأة، تستطيع أنك تقدم العلاج للمنشأة. مثل هذا الأسلوب في التحليل يظهر المشاكل مثل ما قلنا وأبعادها وكيفية علاجها، وعلى المحلل المالي أخذ كل الجوانب المتعلقة بالموقف المالي للشركة والمتمثلة مثل ما قلنا في نسب السيولة والنشاط والمديونية المتسمى بالاقتراض الربحية، وأيضا نسب الأسهم تسمى بنسب السوق، معرفة تأثير قرارات الشركة على كل جانب من الأصول والخصوم على جوانب وعلى الجوانب الأخرى. بنشوف طبعا الشكل. طبعا بعد ما يعمل المحلل المالي، أنت كمحلل مالي بعد ما تعمل التحليل المفروض أنك تطلع بهذا الجدول. النسب عندنا مثل ما قلنا نسب خمسة، نسب السيولة، نسب النشاط، نسب المديونية، نسب الربحية ونسب الأسهم. طبعا هذه نسب شركة الروابي. نأخذ مثال مثلا نسبة التداول. وش قانون نسبة التداول؟ طبعا نسبة التداول هذه أول نسبة مندرجة تحت نسب السيولة. وش قانون نسبة التداول؟ مجموع الأصول على مجموع الخصوم. يطلع عندنا طلع عندنا 2.4 من خلال حسابنا لأول محاضرة في التحليل المالي. 2.4 ماذا يعني هذا الرقم؟ أنت كمحلل مالي لابد تعرف ماذا يعني 2.4. 2.4 يعني أن السيولة أو أن قدرة الأصول المتداولة في المنشأة على تغطية الخصوم متداولة، تستطيع المنشأة تغطي من خلال أصولها خصومها 2.4، أي أن استثمارات الشركة في الأصول أوكي تستطيع تغطي الالتزامات اللي عليها مرتين وربع خلال العام. يعني من خلال الفلوس اللي عندي أنا كأصول أستطيع أني أغطي الخصوم الالتزامات اللي علي للغير مرتين وربع في العام. هذه يعتبر طبعا نسبة جيدة، لكن مع أنها نسبة جيدة لأني أستطيع أغطي خصومي مرتين وربع في العام، لابد أقوم بمقارنتها بمتوسط الصناعة حتى أشوف أنا والله متوسط الصناعة يعكس الشركات المدرجة في نفس القطاع، يعكس الشركات المنافسة لي، الشركات المنافسة والتي يجب علي أني أتفوق عليها في نهاية الموضوع. فلابد أني أقارن نسبتي بمتوسط الصناعة. طبعا مقارنة بمتوسط الصناعة نلاحظ أن التقييم يعتبر غير جيد، ضعيف، لأن نسبة عندي نسبة أقل من متوسط الصناعة. معناها أن متوسط الصناعة يستطيعون من أصولهم المتداولة، أصول متداولة هي أصول قصيرة الأجل، يستطيعون تغطية خصومهم متداولة الخصوم قصيرة الأجل خلال سنة مرتين 2.8، يعني almost 3 times، يعني ثلاث مرات تقريبا يستطيعون تغطية الخصوم اللي عليهم وهكذا. فالمحلل المالي يمشي يعمل تحليل كامل ويعمل في البداية تحليل جزئي بحيث مثلا طلعت هذه غير جيدة، يذكر الأسباب، الأسباب تدني السيولة، مثلا عندي تكلفة المخزون مرتفعة، عندي النقدية منخفضة، عندي ذمم المدينة تعتبر مرتفعة. لا طيب كيف الحل؟ المخزون، عندي المخزون مرتفع، حسن إدارة المخزون، لابد أني أعمل حسن إدارة المخزون، أقوم بعمليات تسويقية إضافية، أقوم مثلا والله بتحسين جودة المنتج، عندي ورضا ذمم المدينة مرتفعة، أقوم باتباع سياسة ائتمانية متشددة وذكرناها هذه المحاضرات السابقة وهكذا. بالنسبة لنسبة ونسبة، وبالتالي بعد ذلك يقوم المحلل المالي بجمع النسب الضعيفة وطرح الأسباب من خلال اطلاع القوائم المالية مثل ما شفنا ومعرفة الأسباب، وبالتالي يتطرق إلى العلاج. طبعا كذا نكون انتهينا من باب التحليل المالي.
طبعا في نهاية الباب أنا حبيت أني أعمل لكم تلخيص نظرا لأن النسب المالية يعني كثيرة، تقريبا عندنا ما يقارب ما يستحضرني لكن تقريبا 18 نسبة، ف يعني حتى تكون مجمعة في مكان واحد وسهلة الفهم أنا كتبت النسب والقانون لحساب النسبة، وأيضا شرحت كل نسبة بالحالة وش تقصد. طبعا أنا ما راح يعني أتكلم عن ما راح أتكلم عنها بشكل تفصيلي، أنا تكلمت عنها بالمحاضرات في ثلاث محاضرات سابقة، فقط بأخذ مثال. يعني مثلا عندنا أولا نسب السيولة تقيس قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. لو بناخذ أول نسبة كنسبة كمثال، نسبة التداول مثل ما شرحنا أصول التداول على الخصوم المتداولة، وش تعكس؟ تعكس عدد مرات تغطية الأصول المتداولة للخصوم المتداولة. إذا عندنا النسبة وقانونها وعدد الشرح، وعفوا الشرح على هذه النسبة. لو كانت مقارنة متوسط الصناعة نسبة التداول أعلى، بالتالي وضع الشركة يكون كويس أو أفضل. عندنا هنا في نسب السيولة عندنا ثلاث نسب. نسب النشاط تعكس مدى قدرة المنشأة على أو استغلال الموارد المتاحة إليها من أجل توليد المبيعات، من أجل توليد المبيعات. وعندنا النسب هنا ست نسب تقريبا. لو أخذنا مثال على النسبة الأولى معدل دوران الأصول المتداولة، وش قانونها؟ المبيعات على مجموع الأصول المتداولة، والشرح يعكس كفاءة المنشأة في إدارة الأصول المتداولة من أجل تمويل المبيعات. لو كانت هذه النسبة كويسة مرتفعة، بالتالي لو كانت النسبة هذه مرتفعة معناها أن عندنا حسن وكفاءة في إدارة الأصول المتداولة، بالتالي أدى إلى توليد مبيعات أعلى، أي أن كل ريال يستثمر في الأصول المتداولة يحقق مبيعات بالقيمة اللي نحصل عليها هنا بعد الحساب. عندنا أيضا النسبة الثالثة نسب المديونية والاقتراض، تقيس نسبة درجة اعتماد المنشأة على الديون. طبعا الديون مثل ما قلنا عندنا ديون قصيرة وطويلة الأجل في تمويل استثماراتها، وكذلك عندنا أربع نسب فقط. نأخذ مثال أول نسبة، نسبة مجموع الديون إلى مجموع الأصول، قانونها مجموع الديون إلى مجموع الأصول. طبعا تقيس مدى اعتماد المنشأة على الديون لتمويل أصولها. فرضا مثل ما قلنا المنشأة معتمدة على الديون 70% حتى تمول أصولها، حتى تحصل على 70% ديون، أوكي، حتى تقوم باستثمارها في الأصول. فتقيس مدى استخدام المنشأة على الديون لتمويل أصولها. نسب الربحية تقيس طبعا نسب الربحية مدى قدرة وكفاءة وفعالية إدارة المنشأة في استغلال الموارد المتاحة من أجل توليد الأرباح، من أجل توليد الأرباح. نأخذ مثال على طبعا عندنا أربع نسب، نأخذ مثال على النسبة الأولى هامش مجمل الربح، اللي هو مجمل الربح على المبيعات. طبعا تقيس قدرة المنشأة على الرقابة على التكاليف، لأن بعد خصمة بعد خصم المبيعات من تكلفة البضاعة المباعة نحصل على مجمل الربح. فلو كان عندنا مجمل الربح مرتفع معناها المبيعات مرتفعة وتكلفة البضاعة المباعة منخفضة، وهذا ما تطمح إليه المنشأة. أما إذا كانت عندنا تكلفة البضاعة المباعة مرتفعة، بالتالي سوف يتم خصم المبيعات من تكلفة البضاعة المباعة المرتفعة، سوف نحصل على هامش ربح أو مجمل ربح منخفض. وفي هذه الحالة يجب على المنشأة اللجوء إلى التكاليف مثل ما تحدثنا لمعالجتها وحسن إدارتها بشكل أفضل. تقيس قدرة الشركة في الرقابة على التكاليف المرتبطة بالمبيعات. خامسا نسب الأسهم مثل ما قلنا، طبعا إلى تسعى تسمى بنسب السوق، تسعى إلى توفير المعلومات بإيرادات المنشأة وبالتالي تأثيرها على سعر السهم السوقي في السوق. تحدثنا فقط عن ثلاث نسب، هي طبعا أكثر موجودة في الكتاب، جميع النسب طبعا موجودة أكثر، لكن أنا حاولت بقدر الإمكان يعني تكون عندنا المهمة فالأهم. نأخذ النسبة الأولى نصيب السهم من الأرباح المحققة، الربح أو عفوا صافي الربح، صافي الربح على عدد الأسهم. طبعا توضح نصيب السهم من الأرباح المحققة كم السهم الواحد يحقق من صافي الربح، كم السهم واحد يحقق مسافرة، توضح الأرباح الموجودة على الشركة والتي يمكن توزيعها على المساهمين. كذا نكون لمينا بباب تحليل النسب المالية، ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون وفقت في تقديم هذه المادة لكم، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا، وأتمنى لكم التوفيق ونراكم في المحاضرة القادمة. السلام عليكم. Four and that's all.